وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفدا بذبح عظيم